مع إطلالة ليلة الجمعة نجدد التحية لكل الأوفياء، نجدد الاحترام والإعجاب بكل أصحاب المواهب ورواد الإبداع. فتحقيق الأحلام غايتنا، وتحدي الصعوبات تمريننا، ومشوار الوصول إلى القمة طريقنا بإذنه تعالى. لن ندع الفشل يردعنا، بل سنؤمن بقدراتنا ونتوكل على الله عز وجل ونمضي. ونحن إن شاء الله معكم أصدقائي لنكمل مشوار النجاح. مساء الخير والبركات لكم جميعاً أينما كنتم أصدقائي في حلقة جديدة من برنامج نون، فقرات متنوعة بانتظاركم هذه الليلة، وإن شاء الله سنبدأها بسيدة نجاح تثبت لنا أن من لديه شغف لعمل ما لابد أن يعود إليه أو إلى مزاولته مهما تنوعت اختياراته. فقد اكتشفت ضيفتنا أن الموهبة التي تولد معنا منذ الصغر هي نعمة من الله عز وجل ستنادينا دائماً لنظهرها ونعمل على صقلها وتطويرها. ضيفة برنامج نون في هذه الليلة أصدقائي هي مصممة الأزياء المغربية فردوس بن جلون. تعالوا معنا لنتعرف على عنوان قصة نجاحها في التقرير التالي. فردوس بن جلون صديقة مقربة تعرفت عليها في واحد التدريب اللي درتو عندها، كانت تجربة جميلة واستفدت منها بزاف ديال الحوايج خاصة في الجانب الإنساني. فردوس إنسانة طيبة متواضعة هادئة، إنسانة ما كتفرقهاش الابتسامة، كتعامل مع الكبير ومع الصغير، والجميل فيها أنها كتعمل بجد وكتقدر تفرق ما بين حياتها الشخصية والعملية. فردوس بن جلون مصممة أزياء اللي تعرفت عليها بحكم عارضة أزياء، وخدمت معها في بزاف ديال عروض الأزياء خصوصا جلسات التصوير، وهي واحد المصممة اللي مشهورة في مدينة فاس بحكم عندها تصاميم مميزة، وبعيد عن المجال العملي ضروري كتجمعني بها علاقة صداقة ونقدروا نقولوا كنعتبرها أختي الكبيرة، وهي واحد الإنسان اللي تقدر تعول عليها في كل شيء. تصاميم فردوس بن جلون كتعتمد على المزج ما بين العصري والتقليدي، وهي كتعتمد على بصمتها الخاصة اللي كتمثل في الألوان الحية والمختلفة، كذلك الطرز والتنبات. مشاهدينا باسمكم أرحب بضيفة برنامج نون في هذه الليلة مصممة الأزياء المغربية فردوس بن جلون، وطبعا نرحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا من خلال اتصال بالرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. أهلا بك معنا فردوس. مساء الخير. في برنامج نون، أهلا بك في الدوحة. شكرا ومرحبا. أهلا بك. الزيارة الأولى لك إلى قطر؟ نعم، هذه الزيارة الأولى لي في مدينة الدوحة. أهلا وسهلا. شكرا. إن شاء الله لن تكون الأخيرة إذن. إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. أنت معنا اليوم وعنوان النجاح وعنوان التميز هو عنوان مغربي بامتياز، الجلابة والقفطان المغربي، تمكن من وضع بصمة في عالم الأزياء العربية والعالمية. أنت اخترتي هذا المجال وتميزتي فيه ونجحتي، ومعنا اليوم أنت في برنامج نون. لماذا اخترتي هذا المجال فردوس؟ انا البدايه ديالي كنت درست الاعلاميات واشتغلت فيها مده قصيره، وانا من عائله فاسيه عريقه، وفي مدينه فاس الاغلبيه السيدات والفتيات تمتهنوا الخياطه، تيعرفوا الخياطه والتطريز واعمال يدويه اخرى.
وانا عندي واحد الخاله هذه مده 18 سنه وهي تتعمل كدير هذه المهنه هذه، ودائما انا معجبه بهذه المهنه وتنتبع الطريقه باش كتوجد القفطان والجلابه والطريقه باش تتعامل مع الزبناء، وكان عندي اعجاب كبير بالعمل ديالها. نعم. بعد داكشي قررت باش فضلت انني ندير ندخل المدرسه، دخلت المدرسه نتاع التصميم وقريت فيها، ومنين تخرجت قريت فيها لسنوات، وهاد ومن بعد داكشي حليت المحل ديالي. ما شاء الله، يعني هو تأثر في مجال من العائله من خالتك؟ نعم، هو تأثر من الخاله ديالي اللي نعم. امتهنت الخياطه مده طويله. نعم، يعني أنا لكنك يعني في البدايه بدايه العمل والدراسه كما قلتي درستي تخصص مختلف تماما وجربتي مجالات مختلفه، الا ان حبك لهذا الامر أعادك. يعني هل نستطيع كما قلنا في المقدمة فردوس أن الإنسان إذا لديه شغف وحب لموهبة لابد أن يعمل بها، يعني لا يتجاهلها، ينميها؟ طبعا، وأنا كما قلت لك أنا فضلت أنني ندرسها بس يكون عندي واحد الإتقان، واحد نخرج أحسن ما عندي في القفطان المغربي. نعم، جميل. اليوم معنا مجموعة من أو نماذج من أعمالك فردوس موجودة معنا في الاستوديو، دعينا سنتحدث عن مشوارك طبعا وعن الصعوبات ربما التي واجهتك، ولكن دعينا نتحدث أولا عن هذه النماذج التي نشاهدها، مجموعات مختلفة، هل هي تأخذ طابع مغربي بشكل عام أم هي فاسية الهوية بشكل كبير؟ نقدر نقول لك باللي القفاطين ديالي تأخذ طابع مغربي، واخا عندنا مجموعه من المدن عندهم ازياء مختلفه، ولكن كاع العائلات المغربيات او الفتيات المغربيات تلبسوا القفطان والعبايه والجلابه. نعم، يعني اليوم نشاهد ثلاث نماذج، دعينا نتحدث عن هويه كل ربما جلابية منهم، نبدأ بالأولى فردوس، ماذا تحدثين عنها؟ الأولى عباية، هي على شكل عباية مخدومة بلي بايت والأحجار. نعم. خاصة اللون ديالها أخضر، دابا اللون الأخضر كان بزاف في الموضة، وحتى الطريقة باش خدمت ما يسمى بالطوق خدمتها بطريقة على شكل على طريقة الموضة. نعم، إذا هذه نستطيع أن نسميها جلابية أو جلابة. نقول هذيك عباية. عباية. والتصميم الذي في الوسط هل هذه هي الجلابة؟ هذا قفطان. قفطان. قفطان مغربي. نعم. مخدوم بالمعلم وكله ملبس بالأحجار في الصدر ديالو. وفيه قطعتين، القطعة التي في الأسفل تكون والقطعة الثانية الخارجية. عادة يكون معه طاقية أم ليس بالضرورة؟ لا ليس بالضرورة. ما هو الزي المغربي الذي يأتي بطاقية من الخلف؟ هذاك الجلابة، الجلابة المغربية. الجلابة، نعم. والتصميم الثالث فردوس؟ التصميم الثالث هو على شكل عباية. نعم. فيه تهوى تطريز في على مستوى الصدر، فيه البايات وفيه بعض الأحجار. نعم. الجلابة والقفطان المغربي أخذ كما قلنا نجاح في خط الأزياء، الكثير من السيدات ليس بالشرط مغربيات يرتدن هذا أو يرتدين هذه الملابس، لماذا برأيك انتشرت؟ أنا اللي جيت نقول لك على القفطان هو لباس أنيق جدا، وخاصة عندما تضع المرأة الحزام تعطي واحد الأناقة، كتجي المرأة أنيقة. نعم، وهو أيضا يعني يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية. طبعاً. محافظ طبعا طبعا، ومريح، سهولة الحركة أيضا ربما تلعب دور. طيب حدثينا عن البدايات وعن الصعوبات تحديدا التي ربما واجهتك، وهناك الكثير من المنافسات ربما في المغرب يقمن بهذا التصميم. انا في البدايه كان عندي تخوف من كيفيه اداره العمل ديالي، لانه في العمل ديالنا تيطلب جهد كبير وخاص الوقت بزاف، خاص الوقت كثير، يعني نقدر شي ايام نبقى ندخل في المساء في وقت متاخر. أيضا كيفية التعامل مع الزبونات، وأيضا كيفية التعامل مع الصناع التقليديين. ولكن الحمد لله بالإصرار والحب ديالي للعمل ديالي استطعت أنني نتفوق
ونتابر في العمل ديالي. ماذا تشعرين نقاط قوتك؟ نقاط القوة ديالي هي الإبداع. الإبداع دائما عندي جديد. كيف من أين يعني تستوحين الجديد فردوس؟ هنا في مدينة فاس عندنا معروف على الصعيد العالمي بالصناعة التقليدية. في مجال الزليج، في مجال الخزف، في مجال أيضا الأواني الفضية. نعم. إذا شفتي في القفطان راني وضع واحد الحزام. صحيح. من النحاس. نعم. أتعامل مع صناع تقليديين آخرين، وهذا تيعطيني ديما أفكار جديدة باش نبدع، باش نخرج أحسن ما عندي في هذا المجال. هل لديك مصمم أزياء، لا أعرف إن كان عربي، مغربي، عالمي، تشعرين أنه قدوة لك؟ طبعا إليساب. تحبين إليساب؟ أجل. يعني تحبينه، ولكن هل تتأثرين بأعماله في تصميماته؟ أتأثر كثير بفساتين ديالو، خاصة لغوب دو سواغي. طريقة باش تكون الثوب، حيت هو تيخدم الأثواب لينة. نعم. وهذا شيء تعجبني بزاف العمل ديالو. جميل. طب ماذا عن القماش؟ يعني عادة مصمم الأزياء له علاقة مع القماش، يحب قماش معين، نوعية معينة. أنت عندما تصممين لديك نوعية معينة أم تحبين أن تنوعي؟ أنا ما سنقدرش يكون عندي نفضل شي حاجة على أخرى، لأن كل زبونة عندها الذوق ديالها. نعم. كاين اللي تحب الموبرا وما يسمى بالوابا، كاين اللي كتفضل الأثواب اللينة. نعم. وكل خصني نخدم على حسب، ونتعامل مع كل زبونة على حسب شنو كتبغي. نعم. عادة يعني رأي الزبونة أو الملاحظات التي تأتي من الزبونة، كيف تتعاملين معها أنت كمصممة أزياء؟ يجب أن أتقبل أي ملاحظة، لأن باش الواحد يزيد القدام خاص ولا بدا يسمع الملاحظات وياخذ بالنصائح ولا بد. نعم. أنت قلتي عندما سألتك عن الصعوبات، قلتي التعامل مع الزبائن، ربما هل كانت في البداية أو كان هذا الأمر في البداية مربك لك أو محرج واعتدتي عليه، أم من البداية كان التعامل يعني هناك ربما طريقة خاصة بك تعاملتي فيها منذ البداية؟ هي ما يمكنناش نتحدث على الارتباك، وإنما احنا نتحدث على كل زبونة والشكل ديالها والطريقة التعامل، يعني خاص كل وحدة وتعاملي معها بالطريقة اللي. نعم. اللي غادي ترضيها. نعم. نعم. جميل. طبعا نحن سنكمل الحوار فردوس ونتحدث ونشاهد ربما نماذج أخرى خاصة على الفيديو، ولكن نأخذ أنا وأنت استراحة قصيرة مع المشاهدين، ما رأيك؟ طبعا مشاهدينا دائما ما تلقى.